اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي قبل ما نبدا اخبارنا الافريقيه. اخبار النادي الاهلي النهارده هقول لكم، هقول لحضراتكم كم حاجه كده موجوده النهارده في تدريبات الفريق، ايه اللي حصل في تدريبات الفريق. لما كان دايما بنيجي نحلل مباريات النادي الاهلي خلال الخمس ست شهور اللي فاتوا منذ تولي مارتن لاسارتي الاداره الفنيه، كان بيبقى معايا الكباتن الكبار، كابتن فتحي، كابتن عادل، كابتن ابراهيم، كباتن كل اللي موجودين. الحقيقه كانوا دايما بيقولوا ايه، وبفكر دايما حضراتكم ان مفيش وقت مثلا ان احنا النادي الاهلي او مارتن لاسارتي يعمل تدريبات بدنيه مكثفه، عايز شايف لعيب مثلا محتاج ان هو ياخد بعض التدريبات البدنيه فما يقدرش يعمل، لان مفيش وقت، كل يومين ثلاثه ماتش. لو تفتكروا كانوا دايما يقولوا ايه؟ ان لازم يبقى فيه دايما الشغل على الكرات الثابته. الكرات الثابته دي لازم يتعمل لها شغل معين. عارفين ان اللي انا بقوله لحضراتكم ده هو اللي بيحصل داخل تمرين النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي بيعمل ايه؟ وخليني اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل جوه التدريب، انا بقول لكم حاجات من جوه تدريب النادي الاهلي. اولا الحاجات اللي كنا بنطالب بيها او كان كباتننا الكبار اللي كانوا بيبقوا دايما موجودين معانا كانوا دايما بيطالبوا بيها. كانوا بيطالبوا بايه؟ تدريبات بدنيه مكثفه. صبح وظهر وبالليل. طبعا بتبقى احمال معينه وكاتيجوريز كده او يعني فقرات لحاجات معينه. هم المدير الفني والمسؤول عن الاحمال التدريبيه هو اللي بيبقى شايف امتى يعمل هنا اكتر وامتى يزود وامتى كذا كذا وكذا وكذا. فتدريبات بدنيه مكثفه. تاني فقره بتبقى ايه؟ فقره خاصه للضربات الثابته بالمران. يعني كل تمرينه بيعمل فيها فقره خاصه للضربات الثابته. دايما كانوا كباتننا الكبار اللي كانوا موجودين معانا دايما كانوا بيطالبوا بكده، بيطالبوا ان يبقى عشان نبقى عارفين الكورنر هيتلعب بالطريقه دي، الفاول هيتلعب بالطريقه دي. هو مارتن لاسارتي بيحاول مع اللعيبه يتعلموا حاجه مع بعض نقدروا يتم تطبيقها في المباريات الرسميه. النهارده ايضا ازارو بيكتفي بتدريبات بدنيه في المران المسائي. خدوا بالكم دايما في فترات الاعداد بتبقى الامور ايه؟ لازم هتحس بشكوى في الخلفيه، في الضمه، في الاماميه، في الحاجات العضليه دي كلها هتحس، ولكن امتى تدوس وامتى ما تدوس دي خبرتك كلاعب بقى، بالاتفاق طبعا مع دكتور الفريق. فبتحس دايما بشكه هنا، يقول لك النهارده ما تتمرنش جامد النهارده بعد الظهر وتمرن من بكره تاني مفيش مشكله، حاجات كده بتبقى ما بين اللاعب وما بين الدكتور. كدمه خفيفه ايضا لعمار حمدي. بدانا هو تقسيمات واللعيبه بتلعب تقسيمات، طبعا بخلاف المباريات التقسيمات دي بتبقى ليها جو كده وليها دايما بتطفي. التقسيمات دي احلى حاجه بتبقى في التمرين التقسيمات بصراحه، يعني احلى حاجه بتبقى طول النهار، تبقى صبح وظهر وبالليل عمال تجري وتتمرن في الجيم وتتمرن تدريبات بدنيه مكثفه، بتتمرن تمارين تكتيكيه. من المفترض ان يتم تطبيق كل الكلام ده بقى فين؟ في التقسيمات اللي بيعملها مارتن لاسارتي. اهو سبحان الله الراجل عنده وقت ان هو يعمل برنامج بدني خاص للاعبي الاهلي الدوليين. لعيبه الاهلي الدوليين الاربعه الكباتن اللي لعبوا مع منتخبنا الوطني، كابتن وليد سليمان، كابتن ايمن اشرف، كابتن محمد الشناوي، كابتن مروان محسن، الاربعه انضموا لمعسكر الفريق وهيبقى ليهم تدريبات بدنية خاصة خلال هذه الفترة.